ايه هو المفهوم العلمي لو قلنا يعني لمصطلح التباهي بالثروات وان انا اتباهى كده بممتلكاتي، ومن واقع دراسته في الصحة النفسية ايه اسبابه او ده بيسمى ايه؟ كمصطلح علمي الاستعراضية الشوي والمبالغة في التباهي ده بيكون عرض عندنا في اضطراب الهستيريا. يعني اضطراب الهستيريا هستيريا هو هي في مجموعة اسمها يعني في مجموعة من اضطرابات الشخصية اسمها مجموعة المسرحية هي اسمها كده، فيها الحدية وفيها الهستيريا وفيها النرجسية. بس التوب اللي هي العرض الأساسي في الاستعراضية والتباهي والمبالغة هي في الهستيريا، فده بيكون يعني ده اضطراب يعني اضطراب هستيري. دكتورة ما هذا ممكن يكون تأثيره إيه على المجتمع؟ هو ليه تأثير قوي جدا، يمكن أنا حابة شوية عشان هي ظاهرة اجتماعية بالنسبة لي كباحث علم اجتماع سياسي وعلم الاجتماع بشكل خاص، انه في حقيقه الامر ده بيؤدي الى زياده الفجوه ما بين الاثرياء وما بين طبعا الفقراء. ويمكن انا بقى حابه اشيد بدوله الصين، اقرت واسندت انه عدم يعني حذفت كتير جدا من الحسابات اللي بتنشر الثراء وبتنشر ان هي بتتباهى بممتلكاتها. فده ليه؟ لانك علشان خاطر يحد من الفجوه ما بين الاثرياء وما بين الفقراء. طيب انا عايزه اروح لتقرير تاني، تقرير ويل ستارز الامريكيه عملت تقرير عن السوشيال ميديا وتاثيرها على التباهي. فوجدنا ان الانستغرام طبعا عدد كبير جدا موجود فيه، 60% من الحسابات الموجوده على الانستغرام بيخرج وهو عنده حاله من الضيق. ليه؟ لان هو داخل على الانستغرام في الحقيقه هو راجل يعني مضغوط في شغله، احنا في حياتنا اليوميه من الطبيعي طلعنا عينه يعني في اليوم بشكل عام ده طبيعي ان احنا مضغوطين، وطبيعي ان الحياه فعلا كلها ضغوطات وامور صعبه. هو بيدخل بيلاقي حياه تانيه، بيلاقي ناس بتتباهى باموالها وبتتباهى بالجانب الايجابي، مفيش حد عنده جانب مشرق ومفيش حد عنده جانب مظلم طول الوقت، احنا بنبين جزء بس من حياتنا. فده بيؤدي ان 60% بيخرجوا عندهم حاله من الضيق، وده طبعا بيؤثر جدا على الحاله النفسيه وبيؤثر اكيد على الانتاجيه كمان. دكتور يعني بقينا نشوف دلوقتي ناس كتيره قوي بنتصور في الطياره الخاصه، حاجات غريبه يعني فاهمه اللي هو ايه، يعني ممكن تكون كانت موجوده زمان لكن ما كانش في حد بيستعرضها، لكن النهارده ده العادي. انا يعني بقى في شركات كده على طول بتعرض يعني اوفرز على الانفلونسرز ويركبوا بقى الطياره الخاصه بالشنطه المعينه. خلينا لو قلنا الجغرافيا الاجتماعيه بتاعت الناس دي نشأوا في شكل اجتماعي عامل ازاي، خلاهم لما اتاحت او اتيحت لهم الفرصه قدروا ابتدوا ان هم يوروا الناس يلا بصوا تعالوا انا عندي ايه انا بعمل ايه. التباهي التباهي المبالغه فيه يعني هو ده تباهي وده المبالغه في التباهي. الباك جراوند بقى جاي منين؟ دي عقد نقص يعني دي حقيقي بتكون عقد نقص، في شعور بالعجز، في احساس بانعدام الكفاءه يعني هي بتتقال على طول يعني كتحليل للسلوكيات الغريبة الشاذة دي بالنسبة لنا كمجتمع على فكرة. إن هي بتبقى كده، بيبقى في عقدة نقص، في إحساس بالعجز، في شعور بعدم الكفاءة، فهي بتبقى مشكلات من وهم صغيرين على فكرة، ومشكلات في المعاملة الوالدية وسوء التربية وحاجات كتيرة جدا بتخليهم بعد كده عايزين الاهتمام. هما بيعملوا كده ليه؟ يعني هما بيعملوا كده ليه؟ الدافع لده، الدافع لده ان حضرتك تهتمي بيا، حضرتك تبص لي، يعني ان الناس كلها او جمع الناس اللي هيشوفوني يهتموا بيا واجذب انظارهم.